السلام عليكم. هنتكلم في حلقتنا النهارده ان شاء الله عن مراجعه وتحليل الحلقه 81 والحلقه 82 من مسلسل المؤسس عثمان وتوقعات الحلقه 83، لان بصراحه المسلسل في تسارع والاحداث في تسارع مستمر وحاجه عاليه جدا جدا. السلام عليكم بقى في حلقتنا النهارده. يا ريت لو انت مش مشترك تنزل تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اخر الحلقات الجديده اول ما تنزل. ما تنساش تتابعنا على الانستجرام وعلى فيسبوك وعلى تيك توك، ويلا بينا نبدا في حلقتنا النهارده. شفنا على مدار الحلقتين دول احداث قويه جدا جدا، ومن اهمها مثلا ان عثمان قرر او بالاتحاد مع او بالمشوره مع اصحاب اللحى البيضاء اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنهم تقريبا في الحلقه اللي فاتت اللي انا عملتها مع عثمان، وقلت اين هم، يعني ظهروا لنا بعدها على طول سبحان الله. يعني دايما كانوا هم بيظهروا وظهورهم ناتج وبيدوا المعلومات كافيه لعثمان، فهم كانوا كنا بنتساءل هم ليه مش موجودين في الموقف ده. الحلقه اللي بعدها على طول يا دوبك ظهروا على طول، فبالاتفاق معاهم لقوا ان الحاجه المناسبه ان هم لازم يتعاونوا مع التكفيرات او الحكام بتوع القلاع، يعني يتعاون مع البيزنطيين للقضاء على خطر المغول، لان المغول خطرها كبير جدا جدا. فدلوقتي جه في بالنا تساؤل، ليه الوزير على الرغم من ان الوزير واضح نيته خلاص ان هو عايز يقضي على المغول وعايز يقضي على الصليبيين، ولكن هو شايف ان عثمان يعني مش عايز الدوله العثمانيه تقوم. يعني فمن من الظاهر يعني ان الوزير نيته سليمه ولكن هو خبيث، فهو الوزير بيطمع للحكم، بيطمع ليعني حاجه شخصيه، هيقضي على الكفار ولكن بسبب عايز طمعه هو. فقلنا في ناس كتير جالها خاطر، طب ليه هو تعاونه مع جيجاته في الظاهر كده خيانه، وتعاون عثمان مع اصحاب القلاع اللي بالفعل بياخد امر من الامبراطور نفسه ان كل اصحاب القلاع تحت امره، وده هنتكلم عنها في الحلقه دي لان في خدعه في النص هنتكلم عنها بشكل مطول، ولكن لازم نجاوب على السؤال ده، فليه هنا خيانه وهنا مش خيانه؟ ليه جندوز يعتبر خاين وليه عثمان مش خاين؟ مبدئيا كده هو الوضع الاسلم ان هو لازم يتعاون مع التكفيرات وبيتعاون معاه بشكل مباشر، مفيش حاجات مفيش نوايا خفيه، فعثمان كل هدفه ان هو يعني ينصر المظلوم، يعني عشان خاطر المظلومين، عشان خاطر الرب والبلد، يعني هم بيقولوا كده ولكن كان طبعا عشان خاطر الاسلام، يعني يعني رايد الاسلام وبعدين ده واخدهم هم ككوبري للقضاء على المغول وبعدين هو هيقضي عليهم، وده واضح جدا مع لما كان بيكلم الراعي اقشى وبيقول له يعني خد بالك من كل مداخل ومخارج القلعه. وبالمناسبه برضو يعني الشيء بالشيء يذكر، انت لما بتبص على كنور وترغط وقسس مع الراعي اقشى مع توران قلب، انت ما بتبصش على اي محاربين، لا ده دول قاده من قادات عثمان المستقبليين التاريخيين، يعني الشخصيات دول شخصيات تاريخيه مثبوته ومعروفه، ودول المفروض مكملين معانا حتى مواسم قادمه، يعني اكيد مش هينتهوا لان هم دول موجودين ويعني مواسم قادمه موجودين الشخصيات اللي انا قلتها دول، وبالاخص كنور وترغط مع قسس، ولكن الراعي برضو ليه دور كبير جدا مع توران اللي هو رجع جاله مخصوص، ده لهم دور كبير جدا. فدلوقتي موضوع عثمان ما يعتبرش خيانه لان هو يعني طريق ما هو موجود، هو بيتعامل معاهم لمجرد للقضاء على خطر المغول فقط لا غير. اما الوزير فنيته كلها يطمع لما يعني لمصالحه الشخصيه، بيطمع ان هو يبقى هو الوزير، يبقى هو السلطان، يعني كلها المطامع شخصيه، زائد اللي هو بيقابله ده لسه هنعرفه برضه في خدعه اللي هو بيقابله اللي بيقابله ده، وشفنا في الاعلان بتاع الحلقه ان هو بيقول له يعني انت تقضي على هسيب لنا جيجات وانت تقضي على التمرد بتاع الاتراك، فهم مش عايزين القبائل التركمانيه تاخد، لا هم عايزين يفضلوا الدوله السلجوقيه موجوده. طبعا احنا عارفين ان السلطان مسعود هو اخر سلطان سلجوقي، وبعدها الدوله السلجوقيه بتنهار وبتبدا معها بقى الدوله العثمانيه بتبدا في النشاه وبتنشا بالفعل على ايد عثمان غازي. بالفعل عثمان بيقدر زي ما قلنا بيقنع الامبراطور، ولكن في خدعه، في رساله اتبعتت لعثمان ورساله اتبعتت لجيجاته من الامبراطور محتواها بينص على نفس يعني نفس الحاجه. طب هو بيقول لعثمان ان انت كل الحكام تحت امرك، وبيقول لجيجاته ان كل الحكام تحت امرك، فدلوقتي في خدعه في النص، زائد اللي احنا شفنا في الاعلان ان نيكولا معلق روغاتوس من رقبته كده وبيطلب قسس وترغط معاهم عشان خاطر يقتلهم، فمن الواضح هل ده مجرد خدعه من نيكولا عشان خاطر ان هو يبين ان هو لسه في صف جيجاته زي ما هو قال وهو في صف عثمان ولا لا؟ من وجهه نظر انا ما ينفعش تثق فيهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اهل الكتاب برضو ولكن لن يرضوا عنك حتى تتبع ملتهم، دي موجوده في القران، واكيد عثمان عارف ده، وعثمان اصلا مجهز خطه عشان خاطر يفتح جميع القلاع بعد ما يقضي على خطر المغول. فبالفعل بالتاكيد في خدعه من نيكولا،
والامبراطور مع بعض، يعني هما الاثنين مع بعض كده خدعة ما بينهم، وده بالتأكيد في خدعة، وزي ما قلنا مش هيتعاونوا مع عثمان ولا اي حاجة، هو في خدعة منها بيهد عثمان وبيهد جيجات عشان خاطر هما اللي سيطروا، لان هما في الاول وفي الاخر عايزين هما اللي يحكموا، عايزين يقضوا على الاسلام وعايزين يقضوا على المغول. فده اللي احنا شفناه في الاعلان، وده اكيد طبعا انت بتتساءل هل عثمان هيقتل جندوز ولا لا، ده انا سايبه قدام لان هنتكلم عنه بشكل لكن في حاجات لازم نلقي الضوء عليها في الحلقة. طبعا موت جوليا طول وبشكل كبير جدا، ولكن للاسف خلصنا منه وبران قلب رجع له عقله، ولكن الموضوع كان طول بافوره كبيره جدا. حاجه ثانيه حابب اتكلم عنها قبل ما ننتقل لموضوع جندوز، دورسون فقيه وابنته. شفنا الشيخ اديب علي بيتكلم مع عثمان ان في ابن اخوه دورسون فقيه مع ابنته هيجم للقبيله ويستضيفهم باي سلجاناتون اللي هي الام سلجان، وده اكيد ليه مغزى في الموضوع. كلمه قالت في النص، شخصيه قالت في النص ما بحسش عنها، زي ما انتم عارفين انا بحاول بشكل كبير ان انا ما بحس في التاريخ ده عشان ما يتحرقليش الدراما. فيعني الشخصيات دي بالتاكيد هيبقى لها دور مهم في الاحداث في الحلقات القادمه، ولكن ايه هي ده اللي احنا هنعرفه في الحلقات القادمه، ولكن كان لازم ننوه عنها ونحط تحتها 100 خط كده. يجي بقى للسؤال الاهم، جندوز هل هيموت على ايد عثمان ولا لا؟ زي ما قلنا مسلسل عثمان بيتميز ان هو من ناحيه الدراما، بقى نتكلم في ناحيه الدراما، فهو بيتميز ان هو يعني مش متمسك قوي بالتاريخ. فمحمد بوزداغ اللي هو المفروض المؤلف والقائم على المخرج بقى عن العمل، معروف دايما هو بيحرف التاريخ، وده حاجه هو عاملها، ولكن زي ما قلنا هو بيحرف التاريخ في حاجات سنويه، لكن الاساسي مستحيل يحرفه. لكن احنا دلوقتي قدام حاجه فيها روايتين، فبالفعل التاريخ منقسم لقسمين من ناحيه شخصيه جندوز. مين في منهم اراء بتقول ان هو مات وهو بيفتح قلعه انيغول على ايد نيكولا وهو استشهد عادي، وان هو بالفعل كان في صراع على السياده مع عثمان، ولكن عثمان ما قتلوش وعثمان عفى عنه وخلاص وبقى معاه وجنبه تاني واستشهد في فتح قلعه انيغول. تمام، دي روايه. الروايه الثانيه بتقول ان هو بالفعل يعني كان في صراع مع السلطه ما بين عثمان على السياده، وبالفعل عثمان قتله بالقوس كخاين، المشهد اللي احنا قدامنا ده. فانت المشهد اللي قدامك ده هنا بقى متعه، هنا متعه الدراما. المشهد اللي قدامك ده موجود تاريخيا في روايتين، روايه بتقول ان هو بالفعل قتله، وروايه بتقول ان هو عفى عنه وان هو استشهد في قلعه انيغول. طيب التاريخ مع انهي، يعني انهي يعني الاقوال التاريخيه والاخبار التاريخيه، انهي اللي الموثقه اكبر وبشكل كبير الدارج والمشهور في التاريخ ان هو بالفعل عفى عنه وان هو بقى معاه وان هو مات في قلعه في فتح قلعه انيغول، وده اللي التاريخ ماشي ناحيته، ولكن الروايه الثانيه موجوده ومثبته برضه في التاريخ. فهنا انت عندك المخرج والمؤلف قدام متعه. ليه بقول متعه مش ورطه؟ لان انت دلوقتي قدر ان هو مخلينا متشوقين، قدر مخلينا مش متاكدين لشخصيه، قدر يخلينا مش واثقين في ان جندوز مثلا هيتنقص او جندوز هيموت، لا سايب لنا الحماس الكبير جدا اللي احنا نشوف هل ايه اللي هيحصل، هل هيموته ولا لا، هل هيضحي بيه ولا هيمشي مع الروايه اللي المفروض الاقرب للاصح، يعني سواء مش على ده او مش على ده مش نقدر نقول ان هو حرف في التاريخ، لان هو بالفعل طالما في روايتين فهو هيختار الاقرب دراميا. هنا بقى بتفرق، زي ما قلنا ان هو ممكن بيحرف احداث عشان خاطر يخدم الدراما، لكن هنا الحته دي جت في صالحه بشكل كبير، ففي روايتين فهو كده موجود ان هو يعني مش هتقدر تلومه من الاخر، يعني مش هتقدر تقول ان هو حرف في التاريخ عشان خاطر الدراما. طيب الدراما راح لفين؟ انا من وجهه نظري وتوقعي الشخصي ان هو من الصعب جدا ينهي شخصيه جندوز كخائن. ليه؟ لان هو زي ما عثمان قال، انت طول عمرك كنت ورايا وكنت معايا على طريق الحق وكنت جبل في ظهري، فمش معقول ان هو هينفيه كده عشان خاطر غلطه عملها، وهو اعترف بغلطته نفسه، هو نزل على ركبته وقال له عثمان انا غلط ودمي حلال ليك، فخلاص هو اعترف في غلطته، تاب عن غلطته، فمش من المنطقي ان هو ينهي الشخصيه. فانا من وجهه نظري ان هو لا، الشخصيه هتعيش عادي ويمشي مع الروايه الاقرب، وهو ان هو يموت في فتح قلعه انيغول. طيب عمه ليه ما سامحش عمه؟ لان ببساطه عمه من البدايه خالص كان خاين، فضل خاين خاين، خيانه ورا خيانه ورا خيانه ورا خيانه، عمه طول يعني من الاول هو خاين من الاخر، مفيش حاجه تشفع له، لكن دي الغلطه الوحيده اللي جندوز
عملها وهو كان طول الوقت زي ما عثمان قال بالفعل واقف في ظهره بشكل كبير، فليه ينهي على الدور ده؟ وبعدين دوره كان متهمش في الموسم الثالث وبشكل كبير جدا، لما برز دوره برز دوره بدور الخاين مش معقول هيقتله. فانا اظن ان دي هتبقى خدعه عثمان هيعملها، هيشيع ان هو قتله تقريبا، وبعد كده قندوز يجي يطلع في وقت مناسب جدا للقضاء على الوزير والقضاء على جيجا. طبعا احنا شفنا ده وجهه نظر انا الشخصيه وتوقعي الشخصي، هل يا ترى هيمشي بيه ولا لا؟ ده اللي احنا نعرفه في الحلقات القادمه، ولكن ده توقعي الشخصي الاقرب للمتعه الدراميه من وجهه نظر انا. شفنا طبعا في الاعلان ان هو خلاص عثمان بيتم يعني التحرك ناحيه جيجات، ولكن انا مش قادر افهم حاجه محدده دلوقتي. ارجون خان المفروض ان هو بقوته دي عارف ان ايه اللي بيدور حوالين طبعا مساعد جيجاتو، انا اظن ان هو تبع ارجون خان اصلا يعني، وان هو ارجون خان اللي قتله تاريخيا، اصلا ارجون خان اللي قتل جيجاتو. فانت المفروض بقوتك دي عارف كل ده، عارف نيه جيجاتو، تعرف نيه جيجاتو. هل يا من المعقول ان انت ترسل له 20,000 جندي عشان خاطر يهدد التركمان، عشان خاطر هو اصلا نيته ان هو ياخدهم ويهاجمك ويقضي عليك، ولا ايه اللي هيحصل؟ ولا ارجون خان اصلا في نيته القضاء على جيجاتو؟ ايا كان كل دول هم اعداء عثمان واعداء التكفرات، لازم يتم القضاء عليهم. زي ما احنا عارفين التيمة بتاعت مسلسل عثمان يعني بيبدأ بالبيزنطيين والروم كعداوة، وبعدين بينتصف الموسم اللي احنا فيه دلوقتي مع المغول، وبعد كده بيقضي على خطر المغول، وبعد كده بيخش على البيزنطيين في الاخر. فده الطبيعي اللي هيحصل، ولكن انا اظن ان اسلام كوسس هيجي بقى في نهاية الموسم ده، يعني المفروض يعني خلاص اسلم في نهاية الموسم في اللي هو المرحلة اللي هم المفروض هيواجهوا فيها التكفرات بعد القضاء على يعني خطر المغول، والموسم الجاي يبدأ تأسيس الدولة العثمانية، جذورها تبدأ بقى بالفعل بعد القضاء على الوزير على مشاه، وبعد القضاء على تقريبا هتكون الدولة السلجوقية انتهى. بس ده كل اللي عايز اقوله في حلقتنا النهاردة في النظرة الاعلان التاني لما ينزل، اكيد لو في اي معلومات مهمة، واللي ما اظنش هينزل اعلان تاني زي الحلقة اللي فاتت كده، بس لو نزل اللي هنتكلم عنه ان شاء الله. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم، يا ريت لو الحلقة عجبتكم تعملوا لايك وشير الحلقة، ويا ريت تقولوا رايكم ايه في الكومنتات، هل جندوز هيموت ولا لا؟ ما تنساش تابعنا على انستجرام وعلى فيسبوك وعلى تيك توك، واشوفكم في حلقة جاية باذن الله.